نتعرف عن أنواع الحيوانات في الوسط الطبيعي. نتعرف عن أنواع حيوانات في الوسط الطبيعي بواسطة الملاحظة المباشرة، وهي ملاحظة الحيوانات مباشرة بواسطة العين المجردة أو المكبر اليدوي أو المنظار. الملاحظة الغير المباشرة من خلال استكشاف جحورها، فضلاتها، أعشاشها أو آثار أقدامها أو الاستماع إلى أصواتها. رابعاً، كيف نستخرج الفونة الدقيقة من التربة؟ لاستخراج الفونة الدقيقة من التربة نستعمل جهاز بيرليس. انظر صفحة 6 دفتر الوثائق. خامساً، ما هي مكونات الوسط الطبيعي؟ يتكون الوسط الطبيعي من مكونات إحيائية، كائنات حية، وهي الكائنات، الحيوانات والنباتات والفونة الدقيقة للتربة، وهي جد متنوعة. مكونات لا إحيائية، مكونات فيزيائية، وهي الصخور، الماء والهواء. سادساً، لاكتشاف الكائنات المجهرية. لنكتشف الكائنات المجهرية، لملاحظة الكائنات المجهرية نستعمل المجهر الضوئي الذي يكبر مئات المرات أكثر من المكبر اليدوي والمكبر الجوزي. عندما نلاحظ قطرة من ماء بركة بواسطة المجهر الضوئي، نكتشف كائنات حية مجهرية متحركة بيضاوية تسمى البريسيوم. الباراميسيوم هي عبارة عن خلية واحدة. إذن الباراميسيوم كائن واحد الخلية. تتكون الخلية من غشاء. تتكون الخلية من غشاء سيتوبلازم والنواة. سابعاً، لنلاحظ الخلايا النباتية. عندما نلاحظ بشرة قشرة البصل بواسطة المجهر الضوئي، نكتشف وحدات مستطيلة، كل وحدة تتكون من غشاء وسيتوبلازم ونواة. إنها خلايا نباتية. تتكون البصلة من عدة خلايا. إذن البصلة كائنات متعددة الخلايا. ثامناً، لنكتشف الخلايا البشرية بين قوسين الحيوانية. نخدش الوجه الداخلي للخد بواسطة الضفر، ثم نلاحظ هذا المحتوى بواسطة المجهر، فنكتشف وحدات كروية، كل وحدة تتكون من غشاء وسيتوبلازم ونواة. إنها خلايا حيوانية. تاسعاً، تعريف الخلايا. الخلايا هي أصغر وحدة حية تتركب منها جميع الكائنات الحية. رغم تنوع الكائنات الحية، فإنها تتركب كلها من خلايا.